كثير. يعني الدوري الإنجليزي بكل تأكيد واحد من أهم 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 ركائز القوى الناعمة البريطانية. محمد صلاح مثال حي للجاذبية، حدثني عن هذا الفرعون المصري. محمد صلاح أيضا بعد ما يعني نرى كخبراء ومختصين هو الهرم المصري الرابع. محمد صلاح الذي قدم، أنا لست من جماهير ليفربول يمكن، لكن هذه حقيقة الأمر. يعني جامعة ستانفورد الأمريكية أجرت دراسة عن هذا الرجل، عن هذا اللاعب، عن محمد صلاح. الجامعة وصلت إلى نتيجة مبهجة ومبهرة في ذات الوقت، ذكرت بأن محمد صلاح بسببه وبسبب ما يقوم فيه وبسبب تقديمه للمثال المشرف للفرد العربي والفرد المسلم، كراهية الإسلام أو الإسلاموفوبيا في داخل البلاد انخفضت 50%. بل إن أحد مشجعين نادي ليفربول ظهر في تصريح وأيضا كان من ضمن الدراسة ذكر بشكل صريح وواضح، تحول بسبب محمد، ذكر بأن أنا تحولت من شخص كاره للمسلمين ليس إلى محب للمسلمين، تحول إلى مسلم بسبب محمد صلاح. الممارسات اللي يقوم فيها هذا اللاعب أعتقد لو صرف الملايين والمليارات لكي تحصل على النتائج التي تحصدها من وراء محمد صلاح، أعتقد ستجد تحدي وصعوبة كبيرة.